things. Happy. ايه اللي بيعرفني ان الستيتس زي بعض بالظبط؟ يعني انت اقول ايه هي مين؟
كده نفس الانبوت يطلع نفس الاوتبوت ويروح نفس الاستيت بالظبط كده. يبقى انا لازم اتاكد من ايه؟ لازم اتاكد ان هما مع نفس الانبوت بيروحوا نفس الاستيت وبيطلعوا نفس الاوتبوت. ساعتها اقدر اقول ان التو ستيتس دول ايكويفالنت. دي الحاله الوحيده اللي اقدر اقول فيها ان الاستيتس ايكويفالنت. امتى؟ لما يجي لهم نفس الانبوت يروحوا نفس الاستيت ويطلعوا نفس الاوتبوت. لو حاجه فيهم مش متحققه يبقى انا ما ينفعش اقول ان الاستيت دي زي الاستيت دي. تمام كده؟ طب تعالوا بقى نشوف اكزامبل صغير كده على الكلام ده. المفروض ان الستيب دي هي الستيب اللي احنا واقفين عندها. المفروض ان الستيب دي هي الايه؟ هي اللي احنا كنا واقفين عندها لحد سيكشن اللي فات، ان احنا بنوصل ان احنا معانا ستيب ده ونقدر نعمل منه ستيب تيبل. الستيب تيبل اللي هو ايه؟ البريزنت ستيت والنكست ستيت مع الديفرنت كومبينيشنز من الايد. طيب بعد ما وصلنا للمنظر ده بقى عايز اعمل يعني اقول ان الستيتس دي هي فعلا من الستيتس اللي انا محتاجاها عشان اعمل امبلمنتيشن للمهندس ستيت ماشين دي. لا في ستيت كمان قبلها احنا بنعمل ريدكشن، وممكن في الاخر ما يطلعش في حاجه ينفع اشيلها. عادي جدا ان انا اعمل الريدكشن ده وما يطلعش في حاجه ريدكشن انا محتاجه اشيلها. طيب نعمل ايه بقى؟ قال لك في تو تكنيكس عشان نعمل الريدكشن ده. واحد اسمه بارتيشننج، والتاني اسمه الامبليكيشن تيبل. خلينا نشوف اول واحد بس الاول. زي ما اتفقنا الستيتس هتبقى ايكوفالنت امتى؟ امتى اقول الستيتس ان هم ايكوفالنت؟ لما النكست ستيت بتاعتهم ار ايكوفالنت. وايه تاني؟ و بيطلعوني نفس الاول. طيب واحنا بنعمل بارتيشننج بقى ايه اللي احنا المفروض نبقى انترستد بيه الاول؟ ايه اول حاجه كده نروح نبص عليها؟ الاول. طيب فتعالوا كده نشوف ايه الحاجات اللي ممكن احتمال بنسبه كبيره يبقوا ايكويفالنت لبعض. اكيد مثلا الستيت دي والستيت دي ما ينفعش اقول ان هما ممكن يبقوا ايكويفالنت لبعض. ليه؟ لان دي بتطلع زيرو هنا وهنا بتطلع واحد ودي بتطلع زيرو في الاثنين. فمن الاول كده خالص ما ينفعش اقول ان هما ممكن يبقوا زي بعض. طب ايه الاحتمال يبقوا زي بعض؟ دي ودي ومعاهم الاثنين دول، صح؟ طيب فاحنا اول حاجه في البارتيشننج بنعمل جروبس كده من الستيت على حسب ايه؟ على حسب الاول. فانا هعمل جروب للستيت دي، هي مفيش في الجروب ده غير الستيت دي بس، لان هي دي الوحيده اللي بتطلع الاول بالمنظر ده. مفيش اي حاجه تانيه في الستيت بتعمل نفس الكلام. فايه؟ لازم تبقى ستيت لوحدها كده. ما ينفعش احط معاها حاجات عشان احتمال اعرف اشيلهم مع بعض يعني. طيب ونفس الكلام بالنسبة لدي. دي بتطلع واحد هنا وزيرو هنا. ومفيش حاجة في الستيتس الباقيين بتعمل نفس الكلام ده. فبرضه نفس الكلام، دي لازم تبقى في جروب لوحدها. أو بمعنى أصح دي لازم تبقى ستيت، يعني ما ينفعش دي تتشال. إيه بقى
الاول بس قررنا ان دول لازم الاستيتس موجودين ما ينفعش يتشال. فاضل نشوف ايه؟ نشوف الاستيتس دي بي وسي واي واف. نشوف لما الاكس بزيرو نشوف الشرط الثاني بقى. احنا الشرط الاولاني خلاص عرفنا ان هو متحقق يعني هما بيطلعوا نفس الاول. فاضل ايه الشرط الثاني؟ ان النكست ستيت بتاعهم يبقوا ايكوال. فتعال كده نشوف النكست ستيت بتاع كل واحده من دول ايه. البي لو جالها 0 النكست ستيت بتاعها بي، لو جالها 1 النكست ستيت بي. طيب سي 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 واف ال اي بي ودي الاف بي ودي زي وبي. ماشي نعمل ايه بقى بعد كده؟ واضح كده ان البي مع مين؟ مع الاي هما نفس الستيت بالظبط. هما الاثنين بيروحوا لدي لما الاكس زيرو وبيروحوا لدي برضه لما الاكس واحد. فاحنا ممكن نحط الاثنين دول كده يبقوا هما الاثنين زي بعض بالظبط. هيبقى لنا السي والاف. يبقى احنا كده ايه القرار اللي احنا خدناه هنا؟ احنا كنا وصلنا لاي ستيت خلاص دي لازم تبقى ستيت لوحدها، والدي والاي هما الاثنين هيبقوا نفس الستيت. بس ستيل ممكن الحاجات دي انا لسه ما خدتش الديسيجن دلوقتي، الحاجات دي ممكن تبقى ريديوسد مع الحاجات دي. فاضل ايه بقى عشان نحدد لي الكلام ده؟ طيب مش احنا قلنا ان الدي دي لازم تبقى ستيت لوحدها صح؟ الاف دي بتروح هنا للدي. معنى الكلام ده ايه؟ ان الاف لازم تبقى برضو موجوده كستيت. ليه؟ لان هي بتروح لحاجه من الجروبس الثانيه، فما ينفعش يعني ما ينفعش تتشال من الجروب ده، لازم الاف على الاقل تبقى موجوده. فده كده قرار بلس. كمان السي السي بتروح للاف، واحنا الاف قلنا خلاص هي هتبقى ستيت لوحدها، فالسي كمان لازم تبقى موجوده. حد فاهم انا بقول ايه؟ مين مش فاهم؟ طيب خلينا عند الستيب بتاعي كده. احنا هنا كنا وصلنا من A وال D لازم يبقى ستيتس لوحدهم. طيب بعد كده باقي ان احنا نحدد مين من الستيتس دي لازم تبقى موجوده برضه هي كمان. سيبنا من حكايه ان الدي والاي احنا خلاص خدنا بالنا ان هما الاثنين ايكوال. الاف دي مش بتروح للدي هنا والدي دي في الجروب تاني، فمعنى كده ان الاف دي لازم تبقى موجوده في الجروب ده، ما ينفعش الاف تتشال لان هي بتروح للجروب تاني خالص، فما ينفعش اقول ان هي ممكن تبقى ايكوال في حاجه من الحاجات دي. تمام؟ اعتذر ان هو تمام. يبقى كده الـ A والـ D والـ F خلاص جربنا ان هما هيبقوا ستيتس لوحدهم. فنشيل بقى نخرج الـ D من حساباتنا، نخرج الـ F من حساباتنا خالص. باقي مين؟ الـ B والـ E. الـ B والـ E احنا قلنا ان هما الاثنين بيروحوا لنفس الـ next state مع نفس الـ E، فمعنى كده ان الـ B والـ E دول خلاص equivalent. تمام؟ طيب بس الـ B والـ E بيروحوا لمين؟ بيروحوا للـ D، والـ D دي في الجروب تاني، فلازم الـ B والـ E يبقوا موجودين. موجودين فين؟ إيه؟ موجودين كستيت، يعني ما ينفعش أقول إن الستيت اللي اسمها B أو E ممكن أشيلها خالص، ما تبقاش موجودة. هي مش هتبقى موجودة، هي هتبقى نفس الحاجة. الـ B والـ E خلاص أنا معها. نتيجة إن أنا قلت إن الـ D هما الاثنين بيروحوا للD لما الاكس 0 والاكس 1، يبقى انا كده قررت ان الاثنين دول هما نفس الستيت خلاص. بس مش هشيل بقى اقول دي ينفع يعني ما انا ممكن زي ما شلت الاي كده قلت خلاص ما عادش في حاجه اسمها ايه هما الاثنين هيبقوا بي. انا عايزه اعرف بقى البي الباقي اللي اسمها بي دي ينفع اشيلها خالص ولا لازم تبقى موجوده؟ ايه اللي هيخليني اقول كده؟ ان هي بتروح لستيت في جروب تاني، فما ينفعش ما تبقاش موجوده. لكن لو رايحه الستيت لو رايحه الستيت في نفس الجروب ساعتها لسه هستنى بقى، يمكن رايحه الستيت ايكوفلنت لستيت ثانيه. اه
اللي هو الجدول الثاني بالظبط. في جدول لا انا دي طريقه ثانيه بس الطريقه دي خلاص انا كده عرفت ان دي لازم تبقى موجوده. وبصي نفس الكلام في جروب للاكتف انا قررت برضو ان هي المفروض دي اللي هي الجروب الثاني فدي لازم تبقى الاف لازم تبقى موجوده وهنا دي بتروح للاف فسي هي كمان لازم تبقى موجوده تمام دي لازم تبقى موجوده عشان الجروب البي خلاص احنا خلاص قررنا ان البي والاي هي نفس الحاجه يعني ده راح نفس السكول في حته الاكس 0 واكس 1 خلاص بالظبط. يبقى كده وصلنا ان ايه يبقى الستيتس بقت شكلها ايه الاي لازم تبقى موجوده البي لازم تبقى موجوده والاف لازم تبقى موجوده والدي والسي. الحاجه الوحيده اللي عرفت اشيلها هي ايه هي البي تمام. طيب بعد الخطوه دي المفروض اعمل ايه بقى؟ فأول حاجة هتشوف
شيف مع البي هي سي، لان مفيش ملهاش معنى ان انا اقول ان البي ايكوفالنت لبي، ما هي نفس الستيت اصلا يعني. طيب تعالوا نشوف بقى البي والسي هل ممكن يبقوا ايكوفالنت؟ اه البي والسي ممكن يبقوا ايكوفالنت. طب ايه الشروط بتاعتي عشان يبقوا ايكوفالنت؟ الدي هي الدي خلاص ماشي بقى. لا سوري الدي هي السي، هنا البي بتروح لدي وهنا السي بتروح لسي، فانت الاثنين دول اقول ان هما ايكوفالنت لو الدي بتساوي السي، يبقى لو الدي بتساوي السي ممكن يبقوا ايكوفالنت. طيب وايه الكونديشن الثاني؟ ان الدي تبقى بتساوي الاف. طيب البي والدي نفس الكلام، نشوف الاوتبوت الاول. البي والدي ما ينفعوش يبقوا ايكوفالنت، ليه؟ لان الاوتبوت بتاعتهم مختلف. طيب بي واي، بي واي ممكن يبقوا ايكوفالنت وهما اصلا ايكوفالنت، ليه؟ لان هما الاثنين بيروحوا نفس الستيت. هنلاقي ان الكونديشن اللي احنا هنحطه في التيبل ده بيقول ايه؟ بيقول ان البي هتبقى بتساوي الدي لو الدي بتساوي الدي ولو الدي بتساوي الدي، فمالهاش معنى. فهم خلاص هنا عرفنا ان هما ايكوفالنت. طيب الاف والبي، لا الاف والبي الاف والبي هما الاثنين ليهم نفس الاوتبوت، ففي احتمال ان هما يبقوا ايكوفالنت. امتى؟ لو الدي بتساوي البي. تمام؟ طيب نعمل نفس الكلام للسي. السي ممكن تساوي الدي؟ ها؟ لا. السي ممكن تساوي الدي؟ هنلاقي الاوتبوتس بتاعتها مختلفين، فالسي ما ينفعش تساوي الدي. طيب سي واي، سي واي ممكن يبقوا ايكوفالنت لو السي تساوي الدي، وايه تاني؟ والاف تساوي الدي. طيب السي والاف، السي والاف ممكن يبقوا ايكوفالنت امتى؟ لو السي بتساوي الدي والاف بتساوي البي. طيب دي الدي ممكن تبقى ايكوفالنت لاي؟ لا. طيب الدي والاف او مختلفين يبقى مستحيل خلاص، مفيش اي كونديشن ممكن يخليهم لي بيساووا بعض. باقي اخر حاجه الاي والاف ممكن يبقوا ايكوفالنت لو الدي بتساوي البي. طيب بعد لما وصلنا للمنظر ده بقى عندي ايه بقى المفروض اعرفه؟ عايز اعرف الدي بتساوي الاف ولا لا؟ عايز اعرف الدي بتساوي الدي بتساوي الاف ولا لا؟ الدي بتساوي سي ولا لا؟ وهكذا بالنسبه لكل الكونديشنز اللي انا حطيتها على نفسي. طيب فنمشي على واحده واحده. اول حاجه هنا ال، تعالوا مثلا نشوف ايه البي والسي. احنا قلنا هنا لازم السي، لازم عشان الاثنين دول يبقوا ايكوفالنت لازم الدي بتساوي سي. هل الدي بتساوي سي؟ هنا اصلا الانترسكشن بتاع الدي وسي بيقول ان هما الاثنين ما ينفعوش يبقوا ايكوفالنت، فخلاص فواحد من الكونديشنز فايوليتد فالباقي خلاص ملوش معنى. حتى فاهم احنا عملنا ايه؟ هنا التيبل لحد المرحله دي بيقول ان في حاجات احتمال تبقى ايكوفالنت بس تحت شروط، فانا عايز اشوف الشروط دي تنفع تتحقق ولا لا. فاول شرط بيقول ان الدي بتساوي سي، فهروح عند الدي وسي هل ينفع يبقوا بيساووا بعض؟ لا، فخلاص يبقى الشرط ده ما اتحققش، يبقى كده البي وسي ما ينفعوش يبقوا بيساووا بعض. طيب نروح على البي والالف، بيقول ان الدي تبقى بتساوي البي. الدي بتساوي البي؟ فين الدي والبي؟ بي اهي ودي اهي، البي والدي ما بيساووش بعض، فده كمان خلاص. طيب السي بقى، السي والاي بتقول ان السي لازم تبقى بتساوي الدي، هل السي بتساوي الدي؟ او هل السي تنفع تبقى بتساوي الدي؟ لا، فده خلاص راح. هنا نفس الكلام نفس الكونديشن. اخر حاجه الدي والبي، دي اهي ودي اهي، ما ينفع. فكده الحاجه الوحيده اللي اتفرجت بيها ايه؟ ان الاي هي بتساوي البي.
present to next 10. نعم present to next 10 بعد ما نخلص. خلاص يا الله في الشرط بتاع الاي دي ان الشرط يكون اي دي قد بعض ايه احنا ليه عاملين في الشرط بتاع الاي دي ان الشرط ان اي دي يبقوا قد بعض اي دي اللي هو فين الشرط ما بين اي ودي ان اي دي يبقوا زي بعض ماشي والله ماشي هما نفس الستيت اصلا اه نفس الانترسكشن يعني ملهاش لازمه في ده هو كده ملهاش لازمه سي بقت كده لا 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 مع لا طيب باقي لا مع لا 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 الايه بس هي اللي قلنا كده ليه لان الايه هي اللي بتاخد اول كولوم كلها طيب باقي ايه تاني هنا دي الاي ال طب تعالى نشوف واحده واحده اول حاجه المربع ده بيقول ان الدي هتبقى تساوي دي لو حصل ايه جي. لو السي والجي كانوا زي بعض طيب هل السي والجي زي بعض بي تساوي جي لو ايه؟ بي تساوي جي فهنلاقي ان الاثنين بيقولوا نفس الحاجه يعني الدي ده الدي هتبقى بتساوي بي امتى؟ لو السي بتساوي جي وايه هنا؟ طب تعالوا نشوف السي وجي السي هتساوي الجي امتى؟ بي هتساوي الدي احنا بنشوف التيبل بنشوف المربع ده تمام المربع ده بيقول لنا ايه البي هتساوي دي لو سي بتساوي جي اللي هو الكونديشن اللي فوق ده طيب تعالوا نشوف السي والجي ينفع يساوي بعض ولا لا لو البي يساوي دي بتساوي الجي امتى لو البي يساوي دي لو البي يساوي دي بتساوي البي فكده ممكن نقول ايه خلاص فكده خلاص ان الاثنين دول هنقول ان سي بتساوي جي وايه ودي بتساوي بي لان هما الاثنين بيقولوا نفس الكلام طيب باقي اي ودي هنا الاي بتساوي دي هنا الاي هتساوي بي امتى لو الاي بتساوي دي هل الاي بتساوي دي لو سي بتساوي جي لا فين اللي سي بتساوي جي انا بتكلم في المربع ده ماشي انا المربع ده نفسه
بي و اي يا ابني انت بتقول نفس الكلام ما هو بي و اي الشرط ان هو بي و اي لا ده ده خلاص اي و دي انا بقى عايز اشوف الاي والدي بيساوي بعض ولا فين الاي والدي الاي والدي اللي هما دول طيب بس الاي والدي هتبقى عايزه ايه يو بي يو بي ان الاي تبقى بتساوي بي والسي بتساوي جي السي بتساوي جي خلاص اثبتناها خلاص فباقي الكونديشن ده فدول قدوا دول نفس بعض ايه دول بيدوا بعض بالظبط كده فبقى هما الاثنين دول كمان بيقولوا نفس الكلام ان السي الاي هتساوي البي لو الدي تساوي الدي ولو فرحنا نشوف الدي والدي لقينا ان الدي هتساوي دي اكتر او دي بتساوي بي فبقى خلاص كده الاي تساوي بي تساوي البي البي تساوي الدي تمام طيب ايه ده نفس ايه ده تمام ما هي خلاص متحقق فكده سي وجي بقى بيساوي بعض اصلا دي كده بقت تساوي مع دي كده بيساوي بعض ودي كده بقى بيساوي بعض تمام كده دي برضو صح دي صح ناخد بقى اللي احنا طلعناهم بيساوي بعض دول ونعيد بيهم التبله ماشي المفروض ان اخر حاجه بقى في الكلام ده كان ايه كان ان احنا بعد لما نشوف الايكوفالنس بتاع الستيتس ده نروح نعمل الامبليمنتيشن بقى الامبليمنتيشن ده كان هيبقى كنا هيبقى محتاجين فيه ايه ازاي نعمل الامبليمنتيشن بقى الفاينانس ستيت ماشين انا مش هشرحه كله بس هي الفكره كلها في ايه ان احنا هيبقى عندنا بريزنس ستيت هنقوله على اكزامبل صغير قوي زي مثلا كانت يو 0 و يو 1 ودي مثلا ميكس ستيت مع اكس 0 و اكس 1 ده مثال صغير بس عشان تقول هنعمل الريبليكيشن ازاي ممكن بلاش ده اللي احنا فاضل كنا نعرفه ايه هو الـ fleet
كان زي ما هو بالظبط. بس لو كانت لو كانت تي مثلا او كانت اي حاجه ثانيه غير كده كان الشكل ده هيبقى مختلف. خلاص كده يبقى كده احنا ايه بقى ان احنا نعمل ايه بقى ان احنا ناخد التيم ده ونعمله امبلمنتيشن. نعمل التيم عادي زي ما كنا بنعملها ونعمل امبلمنتيشن خالص. كنا بنعملها ازاي بقى ايه؟ كنا بنعملها ازاي؟ يعني ايه كنا بنعملها؟ لا مش عمود واحد ده دي صغيره عندك الاكس بكام وعندك البريزنت ستيت فهم دول الانبوتس بتاعتك ودي زيرو ودي واحد هو الاول. فتعالى بقى السكشن عشان لازم ابدا في السيجر. نعم بالظبط. جبنا ايه؟ ما دي الاكس ستيت اهي دي الاكس ستيت او اكس زيرو ودي الاكس ستيت او اكس زيرو. كانت واضحة مختلفة كانت تكون في الفلوب تاني. طيب لو احنا كنا راسمين Thank you.
دايمنشنال اري دي هتبقى شكلها زي ايه؟ زي الماتريكس بالظبط. ماتريكس كده فيها شويه روز وكولومز زي مثلا دول 100 طالب وكل طالب من 100 ليه 5 سكورز 1 2 3 4 5 تمام كده. يبقى كده دي هي 2 دايمنشنال اري. نكتبها ازاي؟ انت اكس اوكي ها مين اللي هيكتب الاول؟ 100 كل 100 وكل واحد من ال 100 فيه كام؟ 5 5 تمام كده؟ طيب لو انا عايزه اعمل انيشاليزيشن للكلام ده هعمله ازاي؟ انا هنا في الميموري بعد ما بكتب الحكايه دي في الميموري بيتحجز قد ايه؟ في الكيس دي بحجز 100 مكان في الميموري كل مكان يقدر يشيل الجبل. يعني دي كده بتحجز لي في الميموري 100 مكان وكل واحد السايز بتاعه السايز بتاع ايه؟ الانجل. طيب في الكيس دي 500 كل واحد يقدر ياخد قد ايه؟ يعني هنا نفس الكلام بالظبط 100 وكل واحد فيه 5 انجل. طيب طبعا عشان اعمل الحكايه دي لازم اعرف السايز اللي انا محتاجاه. يعني مثلا ما ينفعش اكون عامله ايه؟ اكون معرفه اري ومش مدياله سايز وانا كل شويه بزود فيها. مش هيعرف يعمل كده. لازم من الاول خالص اديله السايز اللي انا محتاجاه عشان يروح يحجز كل الاماكن ورا بعض في الميموري. لان اسم الاري ده بيبقى عباره عن ايه؟ دي حاجه هتاخدوها بس بعد كده بشويه يعني بلاحظ لما بقول له end x array كده الاكس ده بيبقى حاجه اسمها بوينتر والبوينتر ده بيشاور على اول مكان في الـ في الـ في الاري في الميموري وهكذا لحد ما اوصل لاخر الاري. فكل الكومبايلر بيبقى عارفه هو البوينتر ده بس عشان يبقى بيشاور على اول مكان. وانا كل لما اكون عايزه اخد حاجه من الاري احرك البوينتر ده للمكان اللي انا عايزاه. فلازم يبقى عارف السايز بتاع الاري قد ايه عشان يعرف هيقف لحد فين في الميموري. طيب في حاجه كده بعد كده ان شاء الله يعني لما تروح ثالثه كده في حاجه اسمها دايناميك الوكيشن. مش لازم يبقى عارف المكان السايز قد ايه وكل لما انا اقول له زود مكان في الاري دي يعني هي ساعتها مش هيبقى اسمها اري بس اسمها ريت بليست. كل ما اكون عايز ازود مكان ازوده وخلاص عشان بتبقى افيشنت اكتر لو انا عايز احافظ على الميموري. يعني انا مثلا انا ممكن ما ابقاش محتاجه 100 كلهم ممكن ابقى محتاجه 90 بس ممكن ابقى محتاجه 50 بس انا بحط اكتر رقم ممكن عشان مش هعرف اغيره بعد كده. طيب ده كده بيبقى اسمه ستاتيك ميموري الوكيشن. ستاتيك ليه؟ لان انا لازم اعرف السايز بتاع الميموري قد ايه وانا بعرف. دي كده اول معلومه المفروض نبقى عارفينها عن الاري. لو انا بعد لما عملت كرييشن للاري كده عايزه ازودها انيشال فاليو ادي انيشال فاليو للاري ازاي؟ لو انا هديها انيشال فاليو بسبار فانا ممكن احط صفر كده في بين تو كيرفين براكتس وهو هيعرف ايه؟ هيصفر كل ال 100 لوكيشن. او لو انا عايزه اديلها ارقام فعلا حقيقيه بقى هعمل ايه؟ بالظبط كده هنخلي الاكس ايكوال 0 1 2 وات ايفر الارقام اللي انا عايزاها ايه وبعد كده تكون فهو هياخد 0 ويحطها اكس و0 وهياخد 1 يحطها اكس و1 وهكذا. هيصفر الباقي ولا لا مش متاكده منها. ان انت عشان تصفر حاجه لازم انت تكتب فيها زيرو. انا مش مضمنش هو هيروح يعمل ايه. مضمنش هيبقى فيها حاجه وخلاص مش دي مش مش كل الحاجات بتعمل كده. حسب الكنترول بتاعك احسن اضمن طريقه اضمن طريقه ان انت تعمل لها انشاليزيشن بالفاليو اللي انت عايزها عشان ما تضمنش هو هيحط فيها ايه. ممكن تبقى انت متخيل ان هو هيحط فيها زيرو وما يبقاش فيها زيرو. طيب حاجه كمان واحنا بنندكس الاري بتبدا يعني زي مثلا لو انا عامله انت اكس
انت بتبدا من اول واحد لحد 100. في السي لا بتبدا من 0 لحد 99. طيب لو انا عايز اعمل كول بقى لفانكشن والفانكشن دي بعدها اري، لو انا عايز اعمل كول لفانكشن والفانكشن بعدها اري، ايه اللي بيحصل؟ عشان كل الناس عشان اعرف كل حاجه ايه براحتك يعني مش بيقول اسم الاري، مش بيقول اسم الاري ايه، مش بيقول اسم الفاريبل
ان الكلام ده غلط ما ينفعش اعمل كده لو الان دي مش ديفايند فاليو الكومبايلر هيطلع ايرور على الكلام ده هيقول ان انا ما اعرفش اعمل حاجه ليها سايز فاليو لازم دي ابقى معرفه الاول كده ان مثلا 10 تمام واكتبها هنا كده عادي طيب دلوقتي لو انا مثلا عايزه ادخل الان دي ب 50 مثلا فعايز اعمل كده في الاول قبل يعني ده اللي انا قصدي صح لا اخليه يعني انت ان كده سي ان ان عادي ولا لا ايه انت نفس انت بس بالان هيك تعمل لا لازم تبقي لازم ثانيه يعني انا ادخله خلاص سايز قبل ما اعمل ديكلاريشن للليست اساسا للديكلاريشن للاريج يبقى ينفع اعتقد يعني بتخلوا العشرة الأول أنا سامع قصدك بس مش ولا نشتغل فيها عادي ده خليل العشرة بعد كده كريت الناس ممكن يعني لو مثلا أنا طبعاً تسيين الأب وبعد كده بعد الأنس أنت كريت الناس لكن أنت عارف العكس لا طبعاً العكس أكيد ما طيب وبعد كده نحط مثلا في الليست دي انا هديك الفاليوز بتاعتها يعني وبعد كده نشتغل على البروجرام على طول المفروض ان هو بيقول عايزين نعمل اوردر بالليست دي بحيث انها تبقى مترتبه ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير اعمل ايه نقعد نقارن بين كل اثنين نقعد نقارن بين كل اثنين ازاي نعمل كده على كل يعني اعمل كده على كل لا واحده اعمل ايه اقول انت اساين فاريبلز مينيمم واساوي اول اليمنت في الاري احليه هو المينيمم وبعد كده ادخله في لوب اخليه يقارن كل الاليمنتس الثانيه بالمينيمم ده طيب هي هترتب نفسها وبعد ما يكون لو هو اكبر هيسيبه زي ما هو لو هو اصغر هيخليه هو المينيمم ماشي طيب يعني هعمل كده بتجيب المينيمم هبدا من اول اليمنت خالص هو ثانيه بس خلينا على الري اري هعمل فور لوب بتعدي على الاري اريز كلهم تمام والاي لحد ال10 المفروض لحد الان بقى عشان اعمل جينيريك فوق ايه والاي بلس بلس وبعدين هعمل ايه جوه هعمل فاريبل اسمه مينيمم من غير فور ثانيه هعمل فاريبل اسمه مينيمم وهخليه اسويه باول اليمنت في الاري اول اليمنت في الاري يبقى لاست اوف اي This is you. ماشي وبعدين وبعد كده هدخله في لوب يقارن بقيه الاليمنتس اللي هي ليست 1 ليست 2 ليست 3 بالمينيمم ده لو هو اكبر كده صح؟ فور ايه بقى؟ فور اي ولا جي انت ان جي يكون فيها؟ انا مش عارف افكر كده وانا قلت لها لك طيب في حاجات في اللي انت قلتيه صح وكل حاجه بس مش في حاجات لازم تتظبط لحد ان احنا نعمل فور لوب بتلف على الاجاي ايرنز كلهم صح ماشي المفروض ان انا اول مره هبقى عايزه اقارن ايه؟ اقارن ده بكل الاجاي ولو في حاجه اصغر من ده ابدلهم مع بعض صح؟ طيب هو يعني ممكن نعمل بقى فور لوب بتاعه الجي ثانيه من اول جي من اول الاي لغايه الواحد لغايه الواحد ولا صفر لغايه الصفر خلاص يبقى من اول الاي لغايه الواحد بما ان هو وبعدها اف لو ده اصغر من الثاني يبقى بعد كده هنعمل تم بس وبعدين نبدل الاماكن ماشي احنا كده كل اللي انتوا بتقولوه ده هيضمن لي ان اول واحده بس هي اللي هتبقى صغيره لا انا قلت في فور لوب ثانيه في قلب ايوه في قلب البتاع كل
اول بعدها يعني هنا مثلا اول مره هدخل اللوب دي هيقارن الاول ايليمنت كل الايليمنتس اللي معايا. ايوه ثاني مره ابقى عايزاه يقارن الثاني كل الايليمنتس اللي بعديه اللي قبل خلاص اتاكدت ان هو اصغر بالظبط. فهنعمل الكلام ده ازاي بقى؟ الاثنين فوق الاثنين فوق اللوب بالظبط امشي جي بقى. بس الجي بقى هتبقى بدا الاول ايه من اول من واحد لغايه الاي. لا انا خلاص خلاص ضمنت ان ده اصغر واحد فانا ما ينفعش اقارنه تاني. اقارن من اول اللي بعده. طب انا قلت واحد يبقى الجي من اول ايه اي بلس 1. اه صح ماشي. والجي اصغر من اف وهو هعمل ايه بقى؟ لو الليست اوف اي اكبر من الليست اوف جي هنعمل ايه؟ نعمل مثلا فانكشن كده بتعمل سواب نبعت لها ليست اوف اي. طب هي سواب موجوده في الليست اوف اي كده. بس خلاص بعد ما الفور لوب دي تخلص والفور لوب اللي ورا دي تخلص هبقى ضامنه ان كل الناس ايه اتبدلت او بقت بالترتيب اللي احنا عايزينه. بيجي بعد الكلمة على طول. ايه؟ مش المفروض بيجي بعد الكلمة على طول. بيجي بعد الكلمة على طول. يعني ما بسيبش مكان. ليه بقى كل النصوص اللي من الري بعد ما استخدمتها بسرعة. لا النار ده مش صدق. النار مش صدق. النار بيقول ان الكارت ان الفرينج وقف لحد هنا. مفيش حاجة جت بعد هنا. الصفر ده معناها ان في صفر موجود. لكن النار ده معناها ان خلاص ده اخر الاسترينج. هتوضح اكتر في البتاع ده في الفانكشن اللي احنا بنعمل بيها او بنتعامل بيها مع الاسترين. في حاجه كده هي الاكسلريشن سلايد الاسترين ده عشان نتعامل معاه بنعرف نتعامل معاه. بلاش كلام بلاش كلام. في كذا فانكشن كده نتعامل بيهم مع السترينجز. اول واحده اسمها ستير. ثاني واحده ستير انت ستير بانش و دي بي اس ان لينث. ده بيعمل كافي ده بيقطع يعني بينزل سوري صح. 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 ص
لا ما فيهاش هيدر معين. مش سوري انكلود معين. انكلود اه اللي هي سيت سترينج. اه. فدي هتريترن لي ايه؟ هتريترن لي 4. طيب الفانكشن دي مثلا بتتعمل ازاي؟ يعني في مساله تشيك كده بيقول لك امبلمنت الفانكشن اللي اسمها سترينج سبيرلينج. مساله كده في الشيت بتقول لك امبلمنت الفانكشن اللي اسمها سترينج على حسب اللي انت فاهمه. فتخيلوا كده ممكن تبقى بتشتغل ازاي الفانكشن. نعمل فور لوب من اول اول واحده. عايزين نكتب الكود بتاع الفانكشن دي. احنا الطبيعي ان احنا بنستعملها كده زي ما هي. طيب نكتب الكود بتاعها ازاي؟ نعمل فور لوب. ها نعمل فور لوب واي. ماشي واي. الاول بس البروتوتايب ده هيبقى ايه؟ هي بتترن لي ايه صح؟ اسمها سترينج. وبتاخد ايه؟ وبتاخد كاركتر اري. طيب جوه الفانكشن بقى دي متخيلين يبقى شكلها عامل ازاي؟ هنمشي فور لوب. يعني احنا اول حاجه هنعمل مثلا انتجر اي واي. واي ايه اللي انا بدور عليه عشان اعرف السترينج خلص؟ زي ما احنا قلنا كده النمبر بنيتر ده. يبقى طول ما السترينج ده اوف اي اكيد في حاجه في هنا اسمها اي يعني. طيب طول ما السترينج اوف اي ما بيساويش النل هيعمل ايه؟ عايد عليه هيزود الاي وبعد لما يخرج هيعمل ايه؟ عند الاي اللي هيخرج عندها يبقى هي دي الاي اللي لقى ايه؟ اللي لقى عندها نل. هيعمل ايه؟ ريترن اون. يريترن لي الاي. هي دي لات. هو كده انا عايز ايه اصلا في الفانكشن دي؟ عايز اللات بتاع الاستريك. يبقى اي ولا اي مش فاهم؟ هو هيقف قبل النقطة بالنتر ولا هيحسب النقطة بالنتر؟ انت هنا بعد الاي بزيرو اللينس بتعده من اول واحد. انت عايز عايز الاي. تمام. طيب تعالوا نشوف السترينج كومبير بقى هي رقم واحده فين. السترينج كومبير دي بتعمل ايه؟ بتقارن الحرف والحرف. لو حرف كابيتال يبقى اصغر من حرف السمول. لو ايه؟ لو سمحت اصغر من البي. السترينج كومبير ايه اصغر من البي؟ والبي اصغر من السي كده. ايه؟ اللي هي اصغر من البي والبي اصغر من السي والكابتر اصغر من السمول كده. السترينج كومبير بتقارن اثنين سترينج ببعض. بتاخد اس واحد مثلا واس اتنين. بتعمل ايه بقى؟ ايه الريترن بتاعها؟ بترجع زيرو. بتريترن لي يا ام كوست اوف فاليو يا ام يا اما واي يبقى ناقص واحد او زيرو. ناخد اسهل حاجه الريترن لي زيرو امتى؟ قد بعض. لو هما الاثنين زي بعض بالظبط يعني لو انا بعتها لها اس واحد ده بيساوي كده واس اتنين كان بيساوي كده فكده هتريترن لي ايه؟ هتريترن لي زيرو. طيب امتى هتريترن لي ناقص واحد؟ لما يكون الاولاني اصغر من الثاني. لما يكون الاولاني اصغر من الثاني يعني الاولاني بس يعني لو يعني لو الاثنين دول كانوا زي بعض كده ايوه ودي كانت سامبل ودي سمول خلاص معنى كده ان هي هيطلع لي بلس 1 مش ماينس. نعرف بس حاجه هي لما بتقارن مين؟ بتقارن الاسك كود بتاع كل كاركتر. ايوه معنى كده ان هيرجع لي بلس 1 مش ماينس 1. ايه؟ هيرجع لي بلس 1 مش ماينس 1. لا انا ما قلتش ان دي كيس اللي بترجع ناقص واحد. انا بقول هنقارن ايه بايه. طيب انا بفضل ماشي على كاركتر كاركتر لحد ما اقابل اول كاركتر في الاثنين مختلفين عن بعض. ممكن هما الاثنين من الاول يبقوا مختلفين عن بعض. ممكن يفضلوا مثلا هنا في كده ودي كملت تمام. فهو هيفضل يقارن لحد لما يلاقي ايه يا اما واحدة تخلص هيعرف كده. طب لو واحدة خلصت قبل واحدة يبقى معاها ايه؟ يبقى معاها كده دي اصغر. اه لا دي اصغر مش عشان مش عشان الرنس اصغر بس دي عشان اصغر عشان ايه؟ عشان النال ترمينيتر. عشان النال اصغر من اي حرف تاني. الاسكي كود افتحوا جوجل كده على الاسكي كود وشوفوا كل حاجه الاسكي كود بتاعها ايه. هتلاقوا مثلا ان السبيس اصغر من اي حرف
يعني لو قابل سبيس وحروف هيقول ان السبيس دي اصغر فهيطلع لك الاوتبوت بتاعي اللي هما ايه النيجاتيف 1. لو حاجه كابيتال كل الحروف الكابيتال ايه اصغر من اصغر من الحروف الصغر من ايه للزد برضه وهكذا. فهي كل اللي بتعمله ايه هي بتفضل ماشيه على كاركتر كاركتر لحد ما تلاقي اول كاركتر مختلف عن بعض وتشوف وتقارن التو كاركترز دول ببعض. لو اصغر بتطلع ناقص واحد لو اكبر بتطلع واحد لو هما الاثنين ايكوال بتطلع زيرو. هما الاثنين ايكوال دي معناها ايه؟ معناها ان هي مشيت على كل الكاركترز لقيتهم ايكوال ولقيت النقطه المدير في نفس المكان تمام. اخر حاجه بقى لا في حاجتين سترينج الكونكاتينيشن. الكونكاتينيت دي بقى بتعمل ايه؟ بيتزاوم في بعض. لو انا بعتلها تو تو سترينجز بتعمل ايه؟ بيتزاوم. لو اس واحد كام؟ كوم كوم نفسه اوكي. مش اس اتنين كان زي كوم الكترونكس مثلا اي حاجه معلش انا فهي هتعمل ايه بقى؟ هيبقى كومبتنت كونكاتينيت اس واحد مع اس اتنين وهتحط الاوتبوت فين؟ اس واحد. دي مالهاش ريتيرن في فويد هي الاول الريتيرن بتاعها بيبقى في نفس اللي انا بعتها. فكده لما اقول الفانكشن دي بالتو سترينجز دول اس واحد هاخد بيه كام؟ هاخد بيه الكترونكس ومعاها الكترونكس كده واس اتنين هيفضل زي ما هو. اه الكترونكس. دي غير سترينج كابي. الكابي بقى بتعمل ايه؟ الكوبي بتعمل ايه؟ لو انا عملت كل سترينج كوبي وبعت لها اس واحد واس اتنين فكده هاخد من الاس واحد بكام والاس اتنين بكام؟ اس اتنين هتفضل زي ما هي ما بيحصلهاش حاجه؟ اس اتنين هيبقى اس واحد واس واحد بقى هتبقى ايه؟ هيبقى اس اتنين. دي بتكوبي اس اتنين وبتضاف اس واحد يعني هتبقى نفس الكلام بالظبط. لا مش هتحط سبيس انت بنفسك كله هيتظبط تمام. يبقى اهم حاجه تبقى عارفينها لازم نبقى عارفين كل فانكشن من الفانكشنز دي بتريترن ايه وبتاخد ايه ونعرف نعمل الامبلمنتيشن بتاعها يعني مش نتعامل بيها از ان هي بيلت ان فانكشن لا نبقى عارفين نعمل الامبلمنتيشن بتاعها زي هو اصلا في مساله في الشيت بتقول لك اعمل امبلمنتيشن لكل فانكشن من الفانكشن دي. احنا جربنا اللينس بس انت المفروض تبقى عارف تعمل كل بقيه الفانكشن تمام كده؟ في حد عنده مشكله في حاجه؟